الإكثار من الاستغفار. وتأمل في هذا، استغفر الله ونتوب إليه، تأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله ونتوب إليه. فليكثر العبد من الاستغفار، وكما في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قالوا: وما هي؟ قال: الاستغفار. معك النجاة، الاستغفار أكثر من الاستغفار.